طرفة عين إلى دنيا وقد لم يلتفت للأرض وهي تطوى تحت قدميه، ولم يلتفت لكرامة ومعجزة أن الله جمع له الأنبياء يصلون خلفه، ولم يلتفت أنه يؤتى له ببراق يركب عليه يأخذها من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في أقل من دفء الفراش، ولم يلتفت صلى الله عليه وسلم والسماوات تطوى، ولم يلتفت صلى الله عليه وسلم وكل سماء تتمنى أن تكون له مأوى، ولم يلتفت صلى الله عليه وسلم وجبريل على ما هو مطلوب إليه لا يقوى، ولم يلتفت صلى الله عليه وسلم والحجب تتلاشى بين عينيه، ولم يلتفت صلى الله عليه وسلم وما غمض العينين عن الوجود. فلما قيل له أنت في حضرة الرب الموجود طأطأ رأسه ليخلع النعلين فنودي دس يا محمد، دس يا محمد، هذا القدم الذي منذ قليل جرحته العقول التي لا تفهم وسال منه الدم وهو أشرف دم، دم من فصيلة نور، الوجود كله الآن تحت نعلي رسول الله، ويرجع يخيط الجزمة ويكنس البيت ويعاون ويطردوه من بلده. رب اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون، هذا لو أشار بحاجبيه إلى السماء لتلاشت، مش سحر بقى ده نور، هذا لو أشار بقدميه إلى الأرض لنمحت، لكنه عبد، لكنه عبد مع مراد مولاه كريشة في فلا. وأنا أبثكم ما قاله والدم يسيل من قدميه، كان يقول لو لم يكن بك غضب علي فما أبالي. ده إيه الغضب ده؟ يجي لك منين بقى؟ هذا الذي مات ودرعه مرهونة، ودرعه، الواحد فينا لما يجي يموت كده بيموت نفسيا قبل ما يموت 4 سنين، عايز هموت هسيب للعيال، لا لا يعمل ايه بعدي، انا عايز اطمن على البيت. يا عم انت مال يا عم انت يا راب ولا اب، خليك في دورك واسكت، انت مال عيش عايش ومالكش دعوه اللي مالكش فيه، ما تدخلش نفسك في شغلي ده مش شغل، انت خلقتهم، انت رزقتهم، تقدر تدي الواحد فيهم نفس هوا يتنفس، خليك في حالك. يقول فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، انت هنا ها 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 اكال مش رزاق. يا عم خاف على العيال من ايه؟ ان ربنا ما يوكلهمش، ان ربنا ما يرزقهمش. بس الشيخ لما يقول لك خلي بالك من نفسك بتبقى ليها معنى تاني، انت في طريقك الى الله، عمرك انفلتت منه لحظه من يوم ما اتولدت، والعقد عمال يتسلسل ليله ورا التانيه، محدش عارف الجمعه الجايه مين فينا هيبقى فينا ومين فينا مش فينا.